السلام عليكم المشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت نهضر على داك الفيديو ديال معشوق الطبخ ونعيم البدوية اللي لاحوا البارح. مؤثر بزاف هذاك الفيديو، ودرنا في خاطرنا هذيك السيده مسكينه، مجروحه بهذيك الطريقه هذيك، ومخيطين ليها الكتف والعين زرقاء. داكشي تاثرنا به بزاف، وبغينا خلى داك الناس اللي ظلموها وداروا لهذيك السيده يلاه ياخذ فيهم الحق، وخاصهم ضروري يترباو، وخاص القانون ياخذ المجرى ديالو، حيت داكشي ما عجبناش. وما عرفناش اصلا السيده ما اكدتش لينا شكون اللي دار ليها هذيك الفعل، وشكون اللي دار ليها هذه الحاله. الا كان هادشي من وراء هاد اليوتيوب، ومن وراء هاد الزوبعه اللي نايضه، وهادشي اللي كانت كيتقاتل في اليوتيوب، هذاك الشيء راه كنجرموه، وما حتى واحد ما عنده الحق يمشي يطاول على انسان، ولا يدير ليه ديك الحاله، ولا يخشي فيه موسكوك في ظهره، ولا يقيس ليه وجهه. هذاك الشيء حنا ضده، كل واحد كيعطي رايه، وكل واحد ما كتعجبوش شي حاجه كيعطي عليها الراي. اما باش ينوض الواحد ويدير هذيك الحاله في هذاك السيد ويتكرفس عليه هذيك السيده، هذاك الشيء ما متفقينش معاه. وشفنا ناعمه البدويه كتبكي وكتقول راهم كذبوها، وقالوا بلي راه كتكذب وكتمثل، ولكن هذاك الشيء راه حقيقه، وبلي راه ماشي كذوب، وحنا شفنا بعينينا هذاك الشيء ماشي كيبان كذوب وماشي تمثيل. بصح الموس مقطع ليها كتفها ومخيط ديال بصح، ماشي كذوب، الحاجه ديال الكذوب راه باينه ديال الكذوب. وشفنا العين تاهي زرقاء ديال بصح، ماشي داك الشيء ديال التمثيل. هذاك الشيء بعدا راه عيب وحشومه. الا كان الواحد ناض كرفس عليها حيت كدافع على ناعمه البدويه، ولا حيت انها كتقال ليها شي كلمه وكتبان ليها حق، وتخرج تقولها في قناتها، الناس سير تهجم على ديك الطريقه. هاد الشيء راه ما خاصوش يوقف هنا، هاد الشيء راه خاص القضاء يدخل ووقف هاد المهزله هادي. واش اي واحد ما عجباتكش هضراتو، ولا ما عجبكش اش تيقول، يا اما تنوض تحيد ليه القناه، ولا تنوض تهجم عليه في صحته. انا شخصيا كندوي معكم في هذا الفيديو، وقناتي طارت ليا حيت كندافع، وما عرفش الان واش ما رداش عليا اليوتيوب وما عطاتنيش خبر علاش قناه تمسحات ليا نهائيا، وكانت مكمله كل شيء، وكانت قناه زعما كبرات، ولكن في الاخير كنشوفها القناه مشات ليا، وما كنعرفش لحد الان السبب. وزياده على هاد السيده هذه اللي ورات كل حمام مسكينه مقطع، معشوق الطبخ اللي راه كلشي تقريبا كيعرفها، كتبان بزاف مع نعيمة البدوية، وخا قناتها صغيرة راه كتبان مع نعيمة البدوية. وهذيك الحالة اللي واقعة ليها في لحمها، وهذيك الخياطة اللي هي مخيطة، هذاك الشيء كنتأسفوا ليه، وما كيعجبناش، وما كنطمنوش ليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا الشيء راه ما بقاش كيطمن بالخير، وما بقاش كيعجبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحال هذا الشيء هذا، وبحال هذا الكره هذا اللي كيخرج عند الناس، وبحال هادشي اللي ولا بنادم يديرو، راه ماشي مزيان، وماشي خلي داك ما كيطمنش. والواحد خاصو يولي يخاف على راسو كما تنقولو. ونعيم البدوية مسكينه راه هذاك الشيء اللي كتعرض ليه، وهذيك الحاله اللي كتعرض ليها، وهذوك التهديدات، وهذاك الله يكون في عوانها. واخا كتبين لينا مسكينه راها قويه، وراها الله يكون في عوانها. وشفنا الام ديالها مسكينه حتى هي تعرضت لهذيك الحادثه، وباقه دابا مريضه. والاخت نعيم البدوية ما قدرتش تزور الام ديالها بسبب هاد المشاكل ديال اليوتيوب اللي ولاو زارعين فتنه، سوى انك انت عندك وانا ما عنديش، حيت اليوتيوب عطاك وانا ما عطانيش، حيت عندك المشاهدين وانا ما عنديش. هادشي اللي شفنا كنشوفو راه حسد وبغض، وما غيوصل حتى لشي طريق مزيانه، غيوصل غير للطريق الخايبه. ونتمنى بنادم يدير عقل، بنادم يدير عقله، وما يبقاش يحسد بعضياته، وما يبقاش يدير السم، وما يبقاش واحد حاضي واحد. هادشي راه ما كيشرفش وما كيعجبش، وهادشي ما كيخليك ما كيبشرش بالخير. نتمنوا هاد الفيديو هذا يوصل لاي واحد تيشوفه، ونتمنى هذيك معشوق الطبخ مسكينه الله يشافيها، حيت بقات فينا بزاف، وما بغيناش لهذيك الحاله، وما بغيناش لهذيك التكرفيسه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ونتمنى اي واحد دار لشي واحد شي حاجه يتربى، باش ما يبقاش يعاوده، وما يبقاش يدير مع شي واحد اخر بحال هذيك الحاله. نتمنى بالقانون يعاقب اي انسان دار شي حاجه خايبه. وكنكتفي بهذا القدر، ومع السلامه.